توقعات برج العقرب ليوم الأحد الموافق 30 تموز 30 يوليو 30/7/2023. لازم تتمكن النهاردة من أنك تقيم مشاعرك من منظور محايد ومستقل. هتستغل الفرصة دي عشان تاخد خطوة جديدة في حياتك العاطفية بناء على كل اللي انت بتحس بيه في الفترة دي. هتتأكد ان تصرفاتك النهاردة فعالة وطبيعية، مش بس ردود فعل للي حصل في السابق. هتفكر بشكل كويس قبل ما تقوم بأي تحركات مفاجئة. بالنسبة ليك عاطفيا هتتحقق أمال كتيرة جدا، لكن لابد من انك تتنازل شوية عن بعض الحقائق اللي ممكن تبقى من حق شريكك. بالنسبة ليك مهنيا، عدم تقبل آراء زملائك في الشغل بيفرض عليك نوع من أنواع العزلة وسوء تقدير ليك وليهم. بالنسبة ليك صحيا، هتكون حابب تحافظ على صحة سليمة، لازم تقوم بكل اللي بيلزم عشان تتوصل لده، وده المطلوب منك في الفترة دي. بالنسبة لحركة الكواكب النهاردة، هنرغب في اننا نشوف الحاجات بشكل واقعي من ناحية، وبنفضل رعاية الخيال من ناحية تانية. هننظر من كل الاتجاهات التانية من ناحية حاجات تفاصيل كتيرة هتبقى تحت التأثير ده. هيكون عندنا عدم امان وشكوك حول الاشخاص اللي حوالينا ومشاعرنا وتصوراتنا. التردد ممكن مع كل ده هنبتدي نتقدم في اليوم، وهتوحي خطوط برج الجدي للمريخ والمشتري بثقة في كل الحاجات اللي بنبقى بنقوم بيها وبنسعى جاهدين عشان نحققها. احنا هنبقى على وجه الخصوص وسعيد في خيالنا في اليوم ده بشكل كبير. هنكون مرتبكين شوية في علاقاتنا، وامورنا المالية هتبقى في النص الاول من اليوم بتهمنا. في عدم وجود اجابات موثوقة هتبقى بتحيرنا شوية. وبكده بنكون وصلنا لاخر الفيديو. لو عجبكم ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش ياريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل فيديو جديد معايا. رب اكبر بيكم وبدعمكم ليا.